رانا متواجدين في المركز النهائي للفرز والتعبئة تاع المساعدات الإنسانية اللي قدموها سكان ولاية وهران عن طريق الكشافة الإسلامية الجزائرية. جمعنا أكثر من 60 طن من مساعدات، فيها أكثر من 15 طن دواء والباقي مواد غذائية وألبسة أطفال ولوازم مدرسية. احنا أملنا كبير في أن السلطات المصرية تتجاوب مع الطلب تاع الشعب الجزائري بأنه يسمح له بأنه يقدم المساعدات إلى أهل غزة الأشقاء.